اللي بغى يحفر يرمي يمشي البطوله، اللي بغى يحطب يمشي البطوله، اللي بغى يعيش البطوله. ما يحرش ما يحرش الناس. وكان سيدي تخاصم مع هذيك الحنيه بلاد قدامهم مجاورين وقدامه عالزون زين. وخرج القائد الحاج مختار ايه وبايا انا مقدم الله الناس الله يرحمهم، وخلى القائد خلى طوموبيل عند الدار وركب على البغله وهود بطوله بطوله راه مشات واحد عداد ما دخل الحال صبيها 26 عوده في هذيك بطوله، وحده معان كاع مع ولدها وحده مع بنتها. وقال لهم القايد انا قايد من جاتني القياده، حسن هو القايد، انا قايد عندي 26 عوده والدنيا راه فات نهار واليوم راه باقي ما كيبقى في عموك. كل شيء مشى عند الله، كل شيء مشى عند الله. هما كيعرفوا هاد الناس هاد الكلام مثلا نقول لك من الصوالات الى المكمشي دوز خير كثير، هذا دوز خير كثير دنيا كثير. واحد عام واحد عام جاء الزراد وعرقب ليه القمح وقال شراك تساروا على القبيلة كيجمعوا ذاك السمول كيجمعوه ويلقطوه بالنص العشية، الشراك كيجيبوا قفاك يعبروا ذاك السمول النص ديالو لهاتجيه والنص ديال هذوك اللي لقطوه لهاتجيه وصيفوا هذوك اللي لقطوه وصيفوا هو اللي مول الشغل. وخا جراد كان الزراد ضرب القمح عرقبه وجمعوا ذاك الشيء وكان فيه الخير وكان الدنيا كثيره وكان البيات كيباتوا وهو دار شنواضر والسكان الخدام السلوح وذاك الشيء حاطين حداه كانوا على الفرانات يهز الفرانات والخدم تابعينه بالعشيان بنادم بيت الجوع والهيبه. بس هذا اليوم هذه الايام ما كان بحال هذا الجيل من رحمه الله ويبات هو يتسارع على ذوك البياته تعشيهم ديال واحد وندي انا كنشوفو كنعرفو انا كنبدا نشوف في الشنواضر جاي شعينين وجاي شنواضر وجاي شنضاضر بحال هكا هي هي تيتعشى ذاك البيات اللي كيبات وحدا الدار هذي يدخل هو يتعشى. واليوم راه باقي فيها كاينه فيها موكا هي اللي كاينه فيها ما بقاش دار اه الدار صافي دوزت خير كثير دوزت خير كثير ولات خاليه ولات خاليه هذا الشيء هذاك الشيء معاك كتمثل الدنيا بها ولا درك خاليه هذيك الدار بقات خاليه راه باقي اللان دوك خاليه دوزت عز اه الوليد بكري كانت الحشمه كانت الحشمه كان الناس يوقروا بعضياتهم وكان الراجل اللي كان كبير الناس شايبين في التقاده ولا كان ذاك الكبير ديالهم هو بحال الرئيس ولا بحال الطالب مع المحضره مع المحضار اي الناس اللي في القبيله ايه. واحد تما كان كبير وذاك كيحتارموه دوك الناس ثاني الاخرين ثاني وكيحتارموه كلامه ما يطيحش وما يجبدوش الوليد بيانا راه كانت الناس جبدنا عليهم الله يرحمهم وكانوا كيتحياو الناس. شكون اللي كان مقدم ديال القبيله ماشي ديال المخزن؟ ديال مقدم ديال القبيله باش كان عم مقدم ديال المخزن ماشي ديال المخزن اه مقدم لي صالح عباد الله. وكانوا الناس مثلا كانوا الناس مليان يعني. شكون هذا عندنا حنا كان عندنا شي واحد كيقول العربي الله يرحمه كانوا مشارطين في الجامع وكيجي يدور على المصلحه ديال الجامع وكيجي لك انت شي حاجه تما خاصهم شي حد يصوبوا تا هو بحكاك الله يرحمه وبحكاك تما ولا كان شي مناسبه تاع الجامع هو اللي كيجمعها. واخا الوليد بكري آه. المراه ما كانتش تخرج لا السوق ما تكونش فيه المراه حنا دراية صغار ما كانوش الناس المراه تسوق السوق وما كانوش ياكلوا في السوق. الماكلة عيب السوق في السوق اللحم الاقدار اللحم كيسوقوا تحت منه يخزنوا ما يبينوش علاش على الناس ما يشوفوش باش ما يتهاوشوش الناس. واليوم عاد الرجل في الموسم هنا عندنا وبازوقة وفي الموسم شكا عليا واحد زي عندنا شراو حولية ودبحوها وهذاك بانك وعما عيالات وعما دراري صغار وما دوقوش وبدا يشوف بقى فيه الحال وجا قالها لي قال لي عيالات
قال لي ياك العيالات اللي وحده كيتوحموا ولا قول عويا صغار ما عارفين انت حاجه بموتهم وشوا وحدهم تما جا هو شويه نعيب. انا براسي كنبغي نجيب الدواره وراني في مجمع وشي ما لاقى نعمه كتبها في الغنقول هادشي على القانونيه جات الزوره وجانا كنبغي نجيب شي دواره ما تخلينيش نمر نجيبها على قبل الريحه على قبل قلت لي الريحه اللي عنده هنا يشموا الجيران وعلاش بدنا هذاك الناس في فراكتهم كانوا يتوقوا كان خايف كان خضره ما كايناش اش كايناش بلادي وليت توق في الدوار حتى نسند انا ليت توق يجيب شويه خيزوش شويه علف ودير مرا في هذاك دير شي شويه لجارتها في شي مكيله شي شويه حتى تجي تعيط عليها وديها تذوقها هادشي بهاكا تنعس انا ولا تجيب امي ثاني تمشي ثاني نعيط على مرا جارتها وتعطيها واليوم الله وخير ما بقاش هذاك الشيء واخا قلت لي المراه كتمشي للسوق ولا ما كانش؟ ما كانش ما كري والو ما كانش ما تسطرش اي حنا دراري صغار هاد الحاجه تجمع ما كانش سيدك هاد عندنا التجربه المراه اللي كانت في الباب بحال هكا مقبل عما الطريق ولا عما شي حاجه وحلت بدها شي بشر وحنا كتحل الباب لبدا بنادم كتسد الباب وتدخل وما كانت تمشي للسوق وكان العيالات عليهم سر ويدير القطبان ديال مراكش وكانت والنقاب وكانت ما كانش الجلابه كانت دير عن النقاب والحيك صح والحيك النقاب والحيك سابق اي والعروسه ما تبانش قدام والديها لا والعريس ما يبانش قدام والديها لا ما يبانش ما بقاش داك الشيء لا ديال بكري هذاك بكري ما يبانش علاش؟ لا طلع فيها الحياه سي محمد ولد احمد ولد اسماعيل الله يرحمه قال لي السروال على السروال قال لي السروال قال لي ملي خرجوا السراول ولبس السروال ما نقدرش ندوز قدام با الله كيشهد علينا هذا الكلام ثاني نقول لك لابس السروال ما يقدرش يدوز قدام باه قال لي علاش زعما الحاجه كان السراول ما هي كانت اليوم واخا دور بالقرصون انت باقي عاقل على العرس ديالك ها العرس ديالك باقي عاقل أيه؟ الاول اييه انت عندك جوج ولا ثلاثه ها عندي جوج عراس اي العرس الاول اش من وقت 54 تاريخ 54 بنت دوار ولا دوار اخر لا جارتنا قدام بعيده منا شي شويه من دوار ماشي من دوار اخر ما علموك ما والو ولا انت اللي باغي ها علمك باك منين كنتو غادي تخطبوا ولا والو لا ما علمنيش غدروك اي زيد كي داروا لك ها كي داروا لك حتى قال لي راه خطبني صافي فين كنت هذيك الساعه وكاين عاهنا وما كان الراجل اللي بغى يعطي بنته ما يشاورها هذاك الوقت بغى يزوج ولده ما يشاورو واخا هذيك الساعه فين تصبتي انت كنتي سارح ولا فين انا كنت عبد الدار عبد خيمه اي زيد بارك مقرد عتها جو عندك عتها جو عندي تا قال لي العرس غيجيبوا لي وجابوا لي فرحتي ها أه؟ فرحتي والله إذا بكيت او كيفاش بكيتي بكيت واش بحال عاوني لا تعالوا يا سيدي شوف الكلام اللي نقول لك راه في زياده وقلت ما تم ولا بنادم العرس الله كيشهد عليا يا ربي تفقدت قلت هذا بنادم اللي غادي يجي للعرس اليوم راه غيجي تا يوم الممات اليوم جاي للعرس وغنقعد تنعيا وغيجيو يعزوك هادي عزاب شحال عطيتي في العرام؟ ها؟ العرام شحال عطيتي فيه؟ ما عطيناش شي حاجة عاد خريفة بعد عاد خريفة؟ كونك عاودتي خبويرة كاع شحال عطيتي شحال؟ مثل اللي عقلت عطيت ويني شحال؟ عطيت هاد التالية عقلت عليها عطيته شي 20 ولا شنو؟ والو؟ ايه ما عطيتي والو صافي عطيته 20 وجبتها صافي طيب مس بقاو يتسالوك شي حاجه ولا والو ها أه؟ بقاو يتسالوك شي حاجه لا بقا يتسالونيش والو واللبس اش ديتي ها أه؟ اش ديتي ديت حولي زيد ذبحناه شويه تربيه ها أه؟ ذبحناه راه بغيت تربيه لا واخا زيد قلتي حولي واش نخر صافي عطيت 20000 20000 اي هي اش جابت جابت حويجات قلال ما قلت لها ما تجيب لياش عندي الحوايج انا ما جابت لا ما بغيت ما قلت لي ما جبتها صندوق ولا ما جبتها حاجه كنت مزاود لا والو لا شي تقريبا شي
حويجات شي حاجه قليله. وانت شكتي لابس؟ ها؟ انت شكتي لابس؟ ولابس مسمسك الوقت. مسمسك؟ كي داير التسمسيك؟ التسمسيك شي جلباع قليل حالها وصافي من بين على السلام. قول ما عندكش وصافي. اييه. عمزوزت وصافي. عمزوزت. صافي. اي. ها؟ هذا واحد كان هذاك الوقت، كان هذاك الوقت ما حكرش بنادم بحال اليوم. كانت عروس لو بغات تجي قاعد تجيب مزاود عام مزاود عاد تعرف الشريحه. ما كان يجوع على الجمال. العروسه كتجي على الجمل. كتجي على الجمل. حتى جاتك على الجمل. اه حتى انا جاتني على الجمل. ها؟ اييه. الجمل ديالك كل عام عارينه. لا ديالنا. ديالكم. اييه. زيد. وجابوه وجا عمها قايله وجايين يلعبوا. والله ذاك الايام كان زينتي. ونمشوا 12 كيلومتر 16 كيلومتر يدوا العروس على الجمال وغاديين يلعبوا بالخيل والعيادات غاديين بالزغاريت والدنيا ناشطه. فرحتي انت. اييه. هذاك المره ما بكيتيش. المره الثانيه. المره الثانيه ما بكيتيش. لا. ها. قعدت ما تجابوها. مشيتي لشي حمام الاول. ومشيت الحمام، مشيت الحمام، كان حمام هذاك. الحمام ديال القصب ولا ديالاش؟ هذا دوروا واحد الحرشيشه باش عوالي يديروا منها وصافيهم. باش كانوا يسخنوا هذاك الحمام؟ كانوا يسخنوه عبد الدرق. الدرق؟ ايه. اللي كارم. اللي كارم. زين؟ وصافي سخنوه وديروا واحد العاده تاع الحجر. وشكون اللي يعوم معاك؟ ها؟ شكون اللي كيعوم مع العريس؟ ما يدخلش واحد الوزير. الوزير هو الاول سابقين العافيه. باش لا كان شي ميكا تحرق يتحرقوا يحك يحك العريس. ها؟ يحك العريس. كيحك العريس. والعروس تدخل معاه ثاني الوزيره. اه. تاهم مرهم كانوا كلهم في المتروسه. في المتروسه ياك. اي. انتم تقولوا للمتروسه. اي اي. زين؟ المتروسه. ها انت دخلتوا للمتروسه حكيتوا. وصافي ومشي. كاين العريس كيمشي للواد. ها؟ كاين العريس اللي كيديه للواد. اييه. ولا يغسل في البير. اييه. هو وتقادة. اييه. انتم فين تغسلوا؟ وحنا غسلنا قلت لك بالغسل وفي المعاهد صافي ديالنا. ماشي مشيتوا لشي قنت. لا. العريس شي قبيل كيجريو عليه. ها؟ العريس في القبيل كانوا كيخرجوه برا يجروا عليه هو والعيال يجروا على العروس. العريس يجريو عليه الرجال. آه والعروس يجريو عليه العيالات. العيالات. وكانوا يديروا واحد يسلم يركب على العود ويديروا به في القبيله. العريس يديروه فوق العود؟ يركبوا على يركب على العود. ايه. وهو يدور به في القبيله. يشنعوه يعطوه الفلوس اللي يجمع الفلوس يزوروه يزوروه باش يجمع الفلوس. اييه باش يدير لهم المولى. وعما هذيك تقاده ديال عما هذيك تقاده عنده الوزير. اييه. واش هو كيجمع الفلوس باش يدير المولى للناس؟ اييه. ويضحكوا الناس تما بشكون عارفين تما بوقتهم. على سموك الديب. سموك الديب كنت ماضي شويه. كنت ماضي. كنت ماضي. زيد. وقول سيدي كنبيعو شي في الغاز. كنبيعو شي في الغاز وكنجيبو من السماعية. كتشيري على رجلك؟ هي كنمشي السماعية على رجلي. كنهز 20 لتر ندير بيدو دورايا وبيدو قدامي ونجي. هزا فوق كتفك؟ هزا فوق كتفي. ومحيط تنظرات حتى الرقلية. المنتل النعالة. النعالة المنتل الصنايع. وشحال كاينة من كيلومتر من هنا للشمعي؟ يكون شي 30 كيلومتر. 30 غادة و30 جاية. هاي هي 60. هي 60. شحال دير تاع الوقت؟ كنمشي الصباح ونروح في العشية. نمشي الصباح نعمر وفي العشية نجي. وجاي زعما من عيا ما والو زعما باي باي. الوليد. نعم. طيب بكري. باش كنتو طيبو؟ كنا نطيبو غير بالعود. ارتم العود ارتم ارتم زيد وشنو اخر والفاخر الوقيد ديال البقر ديال البقر كي ديروا ليه ثم البقره تتزبل كتسنى البقره تتزبل هو يوم الزبل تلصقوا المراه على الحيط كتشدها هكاك باقا سخونه وتلبطها على الحيط تضربها على الحيط زيد وملي تكرم زيد هلك يطيبوا بيها كتجي يجي الطياب زين يجي الطياب زين وحلو العود ديال الرطم كنفوقوا عليه كنفوقوا عليه هو الطياب ديال الفوار ديال الفوار والكرون والكرون كنديروا ديال الغنم الكرون هو مازال ذاك البريم ديال الغنم هما اللي كيطيبوا به الكرون ويجي الكرون احمر زين تاكل عليه يدك
وهذاك ديال البقره شنو باش طيبوا به؟ كان طيبوا به نقول بغات تفور عليه، بغات دير عليه الحريره مفور. ويني البريم ديال البهيم ديال الغنم هو اللي هو اللي كيليق الخبز تاع ذاك خباز ديال الفران بوجيها. خباز خباز حنا كنقولوا خباز. واخا بكري باش كانوا يدوروا؟ كنا ندور في الرتم، نشدوا الرتم حنا قاعدين نتعشاو، واحد قاعد فيها كيدير الرحطب باش يشعل لنا العافيه. هي اللي تضوي عليكم؟ تضوي علينا تنتعشاو. واحد مقابل على هذاك الشيء؟ مقابل غاش الحطب يجني ويشعل العافيه حتى ناكلوا حنا. بعد تاكلوا انتم يمشي واحد يقابل تياكل تاني؟ تياكل تاني هو. واخا مني سالت هذا، مني وجد الزيت ما بقاتش هذه القضيه. بعد وجد الزيت عاد يجيبوا الزيت البلديه ويديروا ديك كتانه يبرموها ويديروها في واحد السطيله مقينطه ويديروا فيها الفتيله يشعلوا فيها العافيه وتنتعشاو. تولي بحال الشمع. بحال الشمع. بحال الشمع. ايوا كابين فيها الزيت. ايه. فيها ديك الطبيوه ونتعشاو عليها. شويه وجد الشمع. شويه ثاني ولا الحبل ولا الشمع. ولينا كيما كان شويه ولا الفران ولا لامبا لامبا الفران. وهذيك اللي كانت تنفخ سميتها الماكينه. حنا كنقول البوطه اللي كانت تنفخ بالرابوز فيها لانكول. هذيك هاي كانت تنفخ بالرابوز. كان العذاب صحيح. اكتا والعذاب تماره دوز التماره الناس. الحمد لله دوزنا تماره وزوجنا بخير على خير. باش كانوا يصبنوا بكري؟ كنا نصبنوها بتيغس. تيغس تحفروها؟ حفروا تيغس وندقوها ونبتوها ونديروها في الكسي في جلالب ونصبنوا بها. واش هي كانت ترغوي؟ كانت ترغوي. هي والغسول. هي والغسول. الغسول حتى هو تصبنوا به؟ كان الغسول حتى هو كنصبنوا به. السي الطاهر كيقولوا الناس الاولين مرضي والديه لا تخاف عليه. هادشي اللي كاين. كلشي على الوالدين. كلشي على الوالدين. اللي بغى يربح. كلشي من الوالدين. واللي بالك غارق. نعم من الوالدين. واش قلتوا نتوما عند الوالدين؟ الراجل مع جرات لي واحد القصه، هو مع الوالد باه، الوالد ديالو كبر وملي كبر نعم سيدي عاد يريق في الطعام، ومرت ولده ما قبلتش عليه وقالت لي ودي هذا باك خاصك نعودوا نعزلوا ليه. قلنا سيدي على الوالدين بسم الله الحي القيوم. بسم الله الحي القيوم. سمعوها يا ولاد اليوم. سمعوها ولاد اليوم. الدنيا كثرت فيها الهموم. الدنيا كثرت فيها الهموم. قولوا سبحان الله. قولوا سبحان الله. بعد الصلاة على سيد رقية. بعد الصلاة على سيد رقية. بغيتكم تصنطوا ليا. بغيتكم تصنطوا ليا. نحكي لكم هاد القصية. نحكي لكم هاد القصية. على راجل هو وباه. على راجل هو وباه. هاد الراجل يا حضرة. هاد الراجل يا حضرة. ما يكتب ما يقرا. ما يكتب ما يقرا. داير الري للمراه. داير الري للمراه. ما قالش يستغفر الله. ما قالش يستغفر الله. حاكم عليه المرايا فهام. حاكم عليه المرايا فهام. وما يردش عليها الكلام. ما يزنزنش معاها الكلام. ما قالش يستغفر الله. ما قالش يستغفر الله. ملي كيجيو عندهم الضياف. ملي كيجي عندهم الضياف. يبدا هو باه كيتفتف. يبدا باه يتفتف. والمراه قلبها كيغيلف. والمرأة قلبها يغيلف. ما تردت تأكل معاه. ما تردت تأكل معاه. قالت الراجلها في الخصام. قالت الراجلها في الخصام. باك هذا عادي ريق لنا في الطعام. باك عادي ريق في الطعام. من هنا القدام. من هنا القدام. نعزلوا ليه غداه. نعزلوا ليه غداه. وهاني كان هدر معاك. وهاني كان هدر معاك. غدا إن شاء الله شري قصعة لبواك. غدا شري القصعة لبواك. وأنا مسامحك. وأنا مسامحك. من السوق وما يجي معاه. من السوق وما يجي معاه على الريوم. هكاك حاكم عليه يا فهام. حاكم عليه يا فهام. وما يردش عليها الكلام. ما يزنزنش معاه الكلام. عاد مريض بالوهام. عاد مريض بالوهام. وما يتصنش لآيات الله. ما يعرفش آيات الله. أشقى الله على الوالدين. أشقى الله على الوالدين. وذكرهم في الكتاب المبين. أذكرهم في الكتاب المبين. اللي نهارهم يسكن الجحيم. اللي نهارهم يسكن الجحيم. والنار تحرقوا يا ويلاه. يا ويلاه. لا تقول لهما أفين. لا تقول لهما أفين. إلا بغيت تكون من المؤمنين. إلا بغيتي تكون من المؤمنين. وحسن بهم يا مسكين. حسن بهم يا مسكين. أتفوز بحب ربي ورضاه. تفوز بحب ربي ورضاه.
اللي ما يحسن بالوالدين اللي ما يحسن بالوالدين لا تحسبوه من المسلمين يا لطيف هذاك من القوم الكافرين وهي العياذ بالله ومازال نزيدوا في البيات السعاطيه وتصنتوا لي يا سادات وكثروا على النبي الصلاه ها الكلام في خليناه اتسوقوا جا فرحان واش راقص على البوه يا الخوان تلقاو ليه ولاد وصبيان افرح بيهم ونسبوه اللي والدو اش قالوا الاولاد قالوا سعدنا ببوانا شرالينا قصعة مزيانة جاتنا علقانا من النوع اللي بغيناه اش دار شدها وقلعها منهم قال لهم هذه ماشي تاعتكم هذه ما هيش تاعتكم هذه قصعه جدكم ما ياكل واحد معاه هذه القصعه شريتها لي باش ما يهرسها بيدي نعودوا فيها نعزلوا لي حتى يديه الله جدكم اوليدي راه كبر وهكذا ربي قدر ابقى فيها حق القبر عذرين كيتسناه باش يلقط الله 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 من اللي سلام من كلامه الدراري سمعوه وفهموا الحنش يموت بيسمو كل واحد فعلو يلقاه قالوا ليه القصعة شريتيها خاصك تهلا فيها تتكبر ونعزلوا لك فيها شوف ناري نوت وجيت تتكبر ونعزلوا لك فيها نعزلوا لك فيها واللي قال كلامه يوفاه اشهد الشيء اللي درتي وهذا الخطأ اللي ارتكبتي لا راه ارتكبتي شنو اش خرب الركبة لك اشهد الشيء اللي درتي وهذا الخطا اللي ارتكبتي هذه اللي قلتي اشهد الذنوب اللي جنيتي وعصيتي عظيم الجاه هرس القصعه وقال الله الله يا جلال هذا عهد هذا ولادي تاع الحلال انا قسمت في امي بالله وحق الباري تعالى باش يحلفوا الرجاله ما بقيت ندير هذه الحاله وبلينا نمتي بالله هنا حازب على صدره ودموع عيونه كيقطرو الله 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 ولاده فيه كينضرو وعرفوه رد به الله يرد بينا كاملين ريحة الدوار باش قلتي لي على الودن ملي تعيا ما تلاتاش تسمع قال عليك ما تلاتاش تسمع وتولي العين دمع وتولي الرجيلة تخنع صوب راقك رد وصيب يدفع دوسي ديال قيبرون زعما وليت وضو وصلي راه ما بقى لك عالقبر يا من نبداو نصلي وتتقال الودن ايوا علاش عملي تقال الودن ما تلاتش يسمع وتولي العوينات الدمع وتولي الرجيلات خنع صوب ريقاتك رد وصيب يدفع وكيفاش القضيه ديال الحرث سيدي قال لك حرث القناعه وبهيم الوزاعه وفلوس الجماعة ما تعلمك الهماعة هاي اش بغيتها تكون هاد الهماعة ما تقنع شي كاع ولا بغيت تحرط حبرة عبرة تاع الزرعة تصوريها شي وعشر عبرات يديرولك شي هذاك هو كيقولوا حرط القناعة وبهيم الوزاعة وفلوس الجماعة ما تعلمك الهماعة ما عابني ما يقنعش والو غضل الدفالي هاي كيفاش هادوك اللي بغاو يحفروا على شي خزينه هادوك شي وحدين سيدي حازين واحد الكنز وبغاو يحفروا عليه وكيشتي هادوك الناس اللي كيحفروا ما خاصهمش يدوا صافي يحفروا ساكت والطالب يقرا سمط الله يمط الصمت الله هو الا هضروا
لا هذا يتهزوا ولا ما يبقى واحد. يصبحوا في الثلث الخيري. يصبحوا في لا. شوية هذاك المانيع ديال هذاك الكنز. الجن زعما. أي هذاك. زيد. أنا ما قدي نسميه ليك اسم الله عليك. اللي محرز ذاك الشيء. أي هي. زيد. شوية ما بغاوش يمشوا في حالاتهم. جميع المحاولات دار. نوبة جام حنا نوبة جمل نوبة حمار نوبة عود نوبة كذا. والو. ما بغاش يمشوا في حالاتهم وهو هذاك يمشي عند السلطان تاعهم. عفرت. العفريت تاع تما. مشى عند السلطان تاعهم. هو عفريت وهما عفرت. عفرتهم. زيد. شوية. مشى عند السلطان تاعهم قال لي ودي شي واحد غيدوا لي رزقي. السلطان ديال العفرت. ديال العفرت. قال لي غيدوا لي رزقي وانا ما صدت ما ندير جميع المحاولات درت. قال لي هذوك اللي كيحفروا منين؟ قال لي عبده. قال لي مين بلاصه بعبده؟ قال لي مويسات. قال لي انت سير دير واحد العلفه تاع الخيل تكون فيها شي 80 عود. 80 عود. 80 عود جايه في صربه وحده. زيد. اجا وسيدي يالله العلام جاي تلعب الحفره. الناس اللي سيرين يحفروا. هذوك اللي تيحفروا في الحفره على الكنز. اللي باغيين يخرجوا الخزينه. اي جات لعندهم 8 وجبد مع ضربه وحده وهذاك ساروت واحد. ساروت واحد. وطونه وحده. هذاك اللي شاد الفاس سيحفر وقف وشد الفاس هكا وقال وعاود عاود عاود وعاود عاود عاود. هذاك مول الفاس طاح في مكناس. الله يرحم الوالدين. ومول المالا زيد قول لي فين طاح. فين طاح؟ حدا الفاس. طاح يا حدا ولاد عبد الله. طاح حدا الرمان. ما بقى حتى واحد مكناس. ومول الكن شد كنزو. الله يخلف على الخيل. صحيح. الله يخلف على الخيل. دابا عاقب المويسات كيموتوا على الخيل. ها هما يديروا لهم ديك اللعبه. بلانا صحيح. ريحة الدوار. كيفاش قلتي لي البازوكا على الشكاره؟ هذيك العين كيهلكها الكف. العين يهلكها الكف. والعوده يهيفها العلف. والعوده يهيفها العلف. والشكاره يخويها السلف. والشكاره يخويها السلف. والمراه كيخسرها الشرف. والمراه يخسرها الشرف. اي الى شرفت امك قول لباك يفك. وانت اللي بارك معاه يدير. لا انا هو مشى مسكين الله يرحمه. الله يرحمه. اي الله يلحقنا لي مسلمين. عسير تلحق على الكود ديال البازو. وانت ما غاديش. ما كاينش المركوب. اي الله الخلاصه اللي جاب. البازوكا قبيله قلت لك لو كان الصفيحه ترد العار كون رداتو على الحمار. الحمار؟ ايه. الحمار لا تحسن ليه ولا بالزيت تدهن زنودو. الحمار لا تحسن ليه ولا بالزيت تدهن زنودو. العصا والعض فيه. العصا والعض فيه. هذيك عاده خلوها ليه جدودو. هذيك عاده خلاوها ليه جدودو. الحمار عدو جدود. مو عدو جدشو. سبوها نايدن. ليه غا. والخيل هبة من الريح. والخيل هبة من الريح. وليبل هي الشريفة. وليبل هي الشريفة. البغال قرصة من الهند. البغال قرصة من الهند. والحمار هو العيفة. وش بغا تكون هاد ليبل؟ جمال. ايوا تشوع لك شعر. وبيلا قلت لك كاينه واحد المثلة كيقولوا الناس الاولين من عرمتو اتكيل مرتو. كتسرق ليه. هي في القضية الخونة. لا لا قال لك من عرمتو كتكيل مرتو. ما لا يمشات للسبتة كزولو. راه كيلت عام من تم العرمات هاد القمح ولا فرينة ولا زرع ولا كذا كيلت من تم هي. عام الحرمات نيت. فابور. الله يرحم الوالدين من اللي حيتو كتلقم ليه. اييه. كيفاش قلتي؟ قلت لك واحد الفلاح. مالو؟ عنده واحد المرأة. ايه. بعد كيكون داس كيكون يدرس. كتخليه حتى العشية بعد طيب درس الزرع كيتحزل هكا والتبني تعزل هكا. بعد كيصفي. لا بعد كي. يدري. باقي الفهم سيدورو. باقي يروي وكاع. يروي. زين. والبرد كاين كيتحز التبن لواحد جهة والزرع لواحد جهة. زين. بعد هي تشوف الدرس طابت كتعيط عليه تقول لي تعال تشرب واتاي. بغا تعملو. ومسكين هو على نيتو غادي يشرب واتاي. كدق ليه وتدحد الطبلة. زيد. يالله يكب الكاس الاول يدير الكشكوشة دي 3 عبرات. تفرزها.
تحيدها. زيد هذيك ضمنت؟ ضمنت. زيد؟ أنا اللي هذيك المرأة بقى تكتب علي القضية بحكك تكبر واحد دري ولدهم هم يزوجوه. جابوا ليه مرأة. ها؟ هذيك المرأة كتحضيها هذيك عدول سيش كتدير. كتهز الزرع من الجاعة. هذيك المرأة الولد اللي جات. جديدة. أي دارت سنة أخرى. أش دارت؟ تنقص من الطحين. كاع. وتبيع. زيد؟ ملي هذيك المرأة تدربت على الطحين كتنقص منه الدراري ولادها كبروا. تا هما شافوا الماني. تا هما شافوا ديك القضية كي دايرة عاد يحيدوا العلف تاع البهيم. بدو يبيعوه. كاع. ما يخلوش ليهم العبة. إلا ما كنتي خراز. غادي تبع النفد. ودور القاعة وبدات ترفد. وبدات ترفد ما كاين اللي يسولك. البازوكا. نعم. دابا بنادم كيقلب على البسط. كيقلب على الضحيك. صافي. كيقلب على البسط. ويقلب على المعرفة ويقلب على كذا وما هو داك شي ديال الماكلة. ها قال لي ما هيش هي كل شيء. لا البركة ها والناس أصلاً. والرجال أيه ولكن من ناحية الماكلة قال لك الخبز قلب مشروح. الخبز قلب مشروح والضحك هو يدامو. والضحك هو يدامو. البخيل والكبش مدبوح. البخيل والكبش مدبوح ما يلدش على طعامو. ما يلدش على طعامو. اييه كاين بنادم اللي يذبح لك كاع ويني ما قادي تعارض. عاد سوا تولى البازوكا قالوا لي بني. اي انا بني. وكيقولوا البني افني واللي مالو يغلي يزيدو المغلي. وكيفاش هذاك الغشيم مسكين اللي بغى يدخل لتمنيت هذاك سيدي كان بو ما كيعرفش عمر معلمين ما خدم معاهم. زيد ومشى شي وحدين خدم معاهم. تبنيت هما خدامين في الحديد خدامين في الكوفرات خدامين في الكياس. هو عواقب بحال هكا ما عرف ما يديرش. عيط عليه واحد المعلم ماضي قال لي تعال جا عدو. قال لي اش كاين؟ قال لي هز هذوك السرجوانات وديرهم في الماء يرطابوا. يرطابوا بحال اللي بغيت يتغداو بهم محمد. هز هذوك السرجوانات وداهم دارهم بحال البرميل تاع الماء. خلاهم تم الصباح. بكر هو الاول. كيفاش دار؟ جا بكر هو الاول. علاش؟ جا يشوف هذوك السرجوانات واش رطابوا ولا باقيين. زيد ملي جاو هذوك المعلمين عيطوا عليه. قلت تعال قلت فين السرجوانات اللي درتي البارح؟ قال لي راهم داك. قال لي شوفهم واش نبتوا. وعلاش كيديروا هاد البلانات هادو ديال سير رطب السرجوانات؟ باش يضحكوا عليه. اجواه واللي فايق. اللي فايق راه عارف اش كاين. اش يقول لهم؟ يقول لهم السرجوان راه ما كيرطبوش راه حديد هذاك. على الحديد كيرطاب ما عدا لما طيبتيه بالعافيه اللي يرطب. كيفاش هذاك اللي سول السارع قال لي واش الوالد مهلي فيك؟ داك واحد الراجل جاي راكب على حمارته ويتسارع. جا تلاقى مع واحد الدري سارح. دري راه كبير عنده شي 30 ولا 25 ولا شي. وقال لي كي داير لاباس بخير شي باس مكان؟ قال لي واه كي داير بو؟ قال لي كلشي بخير. قال لي ما ضرب معدي بحق شي مهلي فيك شي؟ قال لي ودي لا ما مهلي فياش والو. ما تقول لا كاين شي سرحه راني طايح معاها. السرحه والحرط والنقوال والسقي والحاصيل تاع ما عطاه الله موجوده. ايه وليني باش يفكر ندير انا وليدات بحال باش يفكرني انا ويفكر فيا باش يدير لي وليدات تانا كيبو عزة وكيبو الطاهر وكيبو العياشي وكيبو عبقادر تا هو. هادو قاعد زوج ولدو وانا عشارح. زيد هو يمشي داك الرجل مشى عدبوه. هادك الرجل اللي كان مجمع مع الطفل مشى عدبوه. زيد قال لي لاباس بخير شي باس ما كان تاسارو بخير؟ قال لي تا واحد الطفل عندك راه شكا منك بزاف. ايه قال لي مالو؟ قال لي هادوك با حاقرني ما بغا يزوجنيش. بغاني عن سلاح وبغاني عن حرط وبغاني عن نقل وعن درس وعن سقي وعن قلع الحجر وعن قابل البناية وما بغى يزوجني شرا هادو قاعد زوجو ولدو وانا ندور. قال لي وتطفل زوجو؟ قال لي طول ما عادو قلش. قال لي باش عرفتي؟ قال لي انا غنتعطيك تاني تقلبو. زيد قال لي وخا ناد مشي جاب لي فخ باش كيشدوا الفراخ باش يشدوا هذوك الجوش القوابع وداكشي. زيد قال لي دي لي هذا الفخ. زيد وقول لي قال لي باك الا شديتي 10 القوابع غدا ان شاء الله يجوجك. يجوجك يلا الصداق هو 10 ديال القوابع. صافي هذه صداقك انت اللي غتعطيني. صافي انت ما تعطيني حتى حاجه دير عيدك كل من غاز اصلا عيدك والفخ عيدك والزرير. صافي زيد ولا جبرتي شي دوده ديرها الفخ. زيد
داري الفخ قال لي بوك إلي شديت 10 القوافع عن زوجك. والدري مشى دار الفخ تمانية خزنو تنهار الأخر. نهار الأخر. نهار الأخر تاني ساق الغلم. زي؟ ضل لي جري بوي شد شي واحد ما شد شي تلعشية جعدوا داخل الداري الفخ صاحبوه. قال لي ما درى. أش درتي؟ أشديتي شي؟ قال لي يا ودي باقيين عاد تسعة وهذاك مقرض راه فينو. أش قال لي؟ قال لي باقيين عاد تسعود. زين وهذاك اللي مقرض هي هي عشرة هي عشرة ما شد والو ريحة الدوار. المسيرة كيفاش القضية ديال الزريعة اللي بغيتي تطرقا من المطمورة من المطمورة. احنا كانوا عندنا عسى والقندريسيين اي الطويل ما كانش زين ولي شنه لابس سوال طويل نعرفوه بينا خدام مع النصارى في السوالم اولا خدام مع القور هو اللي جاب لك سوال هو اللي كاين وكان تعجبوا فيه المهم جاي من المدينه جاي من المدينه لابس سروال طويل نقولوا فلان جا لابس سروال طويل وحنا مقابلين البهيم وحنا نحرطوا وحنا مكرفسين تحنا خاصنا بغينا نمشيو زي خاصني ديك 90 ريال مركوب ديال 90 90 تبيع فيها نعجه زي تخونها ما جاتش تبيع الدجاجات ما جاتش خاصك شي بلان خاصك شي بلان باش ما تخليش الاماره ما تخليش الاماره زيد قال لي واليد حل لك المطموره وخليها تبرد حيت المطموره كتكون سخونه حليت المطموره قعدت واحد شويه جيت عدو قلت لي المطموره حليتها راه بردت قال لي سير شعل فيها الشمعه وشد الفوق الى طفات راه باقا سخونه الى باقا شاعله راه المطموره بردت ديت الشمعه عشان تعاد الباب طفات قلت له ودي الشمعة طفات قال لي باقا سخونة عاود عقبت عدو تاني انا بغيت عنخوين الزرع باش نركب انت ما عينكش في المطمورة تبرد انا عينك في رزقك يبرد عيني في رزقي يبرد عينك في 90 ريال تبرد زين هو قال لي الله يحمو هود عاود شد لي بيدي هود مطمورة عامرة حيت شوية ديال التبن عمرت لي القفة الأولى هز الداق خواها بعيد زيد بقيت كنتسنى عاود جاتني عمر القفه الاخرى داها وانا طيح ليا الفكره ديال نخون زرع قلتي هو ملاهيت انا نعمر الزرع ضربت انا ضربتي ضربت زيد حليت تكيه السروال مزير مع درجلية زيد عمرت زرع زيرت التكه مزيان بقيت كنعمر ريتها قال لي بارك واش قمح ولا شعير؟ لا شعير شبعان سفع اي شبعان عام غادي كاع يطق بك صعيب زيد عمرت السروال عمرتي السروال؟ اي عمرت السروال شعير عقدتك مزيان زيرتي شغل زيرت شغلي مزيان على رزقك اي زيد قال لي رايديك مديت لي هدية جرني خرج على راسي ومن تحت ما تقدر تخرج وليتي عريض من التحت وليتي شغل القلة زيد جا كيجبد دروني ليا قال خويا تعالى عاوني تعالى عاوني الدري تقال جا خويا تاي وشد بيد بداو كيجرو والو هذيك الحجره ديال المطموره بداو كيتحلوا ها غتخرج قلت لي ابو عشكره دروني ليا قال لي ماك تقالتي كبرني عمرت سوالي تلقى عمرت سوالي الله يرحم والديك نهود نحل سروال تنخويه ديما ما نخويش فدا حين نزرع لا هو يصحابك الوضو مشي لك صحيح الوضو مشي امه هو رزقه اللي غيمشي لي هو رزقه اللي غيمشي لي زيد قلت لي يا ابو بلاتي نهو نخوي سروالي رانا عمرت سروالي قال لا ما تفضح حين نزرع لا ما خلي سروال اطلع بكل شيء خلي على سروالك متروخ يصحابك هو غطلي لي مزرع كامل وليت بقيت طلعت يا ابو السروال راني ما معمرو شي حاجه لي واعر راني معمرو بزرع من طلعتي تفضح امورك الامور ما بقيتش كيما كنت وليت غليظ من عند الركابي تاع العزام الله يرضي عليك انفخت اي تشتك قادي تبان انفخ صحيتي في المطموره زين واش قلت لي يا ودي ما كاين ما نكر منك اسمح لي الوالد راني باغي نشري سروال طويل قال لي واش تبغي تطول سروالك وتقصر لي زرعي جرالك مع دارك وجبد القنبه زين والخيك مع عنقو زين وساك قلب فيا تحرم ما تقرب حرم ما تقرب الزرع هذاك السروال القندريسي عمرك ما تقرب لي
كيفاش قلتي لي هذاك اللي مشى يشري الزيت؟ هذاك اللي مشى يشري الزيت عنده واحد القرعه قديمه من ديك الماركات اللي قديمه بزاف طالع القاع ديالها من التحت زيت قاع ديالها طالع زيت. هذاك خينا داه المول الحانوت قال لي ودي ويد زيت عبرني فيها الزيت زيت وسدوه بواحد العظم ديال الكوال بس سدها وتم غادي مع طريق غادي بالزيت ما حالو هو يتلقى مع واحد الماضي شي نواعري نواعري زيت قال لي تاد زيت قال لي قال لي ما جيتي قال لي مع المول الحانوت قال لي شحال تخلص بعد قال لي يطرو قال لي كذب عليك راه ضيعك او هذا كامل يطرو هذا ماشي يطرو هذا ناقص اه الا بغيتي لبغيتي ليطرو ديالك مزيان هو هذاك ها فين باقي غادي تكب رابع اخرى مرا يطرو لا روب هذا راه ناقص حيت ناقص حيت القاع طالع حيت القاع طالع اي البلاصه اللي شاد القاع اللي طالع راه خاصها تعمر زيت خاصها تعمر زيت تاهي زيت وهو يرجع المول الحانوت زيت رجع قال لي ضيعتيني قال ماك هذا قال اياه قال ما لا قال قال لي انت دوك بعد ما عطيتينيش يطرو تاع الزيت خلصتك في يطرو ما عطيتينيش يطرو قال لي علاش قال لي باقي خاصها تعمر من هنا وقلب لي القاع ديال القرعه صدد لها فمها لتحت قال لي هذيك البلاصه عمرها اللي اللي داخل فيها القاع القاع اللي طالع خاصها تعمر زيت اقلب القرعه صدت لتحت زيت وشد هذاك الكول الفوقاني قال لي عمر هذا لا بغيتي يطرو هذاك سيد مول الحانوت ما غنبقاو نصادع انا وياه هو يكب ليه زيت تم زيت زيت كم جايب الزيت حاضيه حاضيه هو عامل اللي دارت في القاع اللي دارت في القاع رد لها لولها وهذيك التحتانيه راه مسدوده بعد من الكول ما غاديش هادشي اللي قال هادشي اللي براسو هو حاضي الفوق حاضي زيت والعظم تا هو حاضي لتحت حاضي لتحت ازاد غادي وشاد القرعه وحاضي الزيت فوقاني زيت حاضي الزيت فوقاني لا يزيد تكفى شويه تنصال داك العظم تاع الكبوله ها هو داك الزيت اللي كان القرعه زيد خفت لي القرعه في يدو زيد اتلفت القرعه يبرها ما بقى فيها والو دار لها كبوي قعدك في كل شيء ولا لا حمار لا سبعه فرانك وتقول على حاجه ما بقاش رجع عند مول الحانوت ما كاش رجع عندها خاويه كون اشد لاب عنقا وعد هذاك خير اللي قال ريحه الدوار ريحه الدوار الحاج لهنا شكون اللي كان كريم في القبيل اللي كيتجمعوا في المراسله شو واحد راجل كان كريم كانوا كرامة آه. وكانوا الناس اللوين كانوا شكون وكان الحسن الفاطمي زيد وكان العائلة ديالنا حنا شكون اسماعيل بن طاهر زيد شكون اخر الوالد بيانا سلف الزرع الناس القبيل من ناحيه الناس كان يجيبوا هذاك المنون يباتوا عندنا من ناحيه اسفي من خط زكان ويباتوا عندنا ويجوا لجنين بوي وتعرفوا ما وسلفهم الزرع هاد الناس راه مات وانا باقي في الحياه ما عرفتش الباقيه وسلفهم الزرع وما جا الزرع الوقت قالوا غنجيبوا قال لهم لا الله يهنيكم اسمح لهم اسمح لهم الزرع المطامر ديتهم منهم عمرو والحسن الفاطمي كان الدنيا كثيرة البلاد كثيرة اللي بغي يحفر يرني بشي البطولة كانت تسمى بطولة زيد الأرض هذه